الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بسم الله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم
تفلحون يا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعدت للمتقين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
مغفرة من ربهم وجنات Thank you.
ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تحزنوا وأنتم
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن قولوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ويعلم
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد قلتم تمنوا ولقد كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد كتابا مؤجلا
وسنجزي الشاكرين وكأي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا
حدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آيات بينات تلاها لما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. مكبرات الصوت الكبرى مختار الشعراوي أوليلة مركز ميد غمر. مخازن الفراشة أولاد الحاج حامد حلاوة دأدوس مركز ميد غمر. الإنارة الحديثة الحاج شحات شلبي وأولاده المقيمين بمكشنا. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.